الشباب دوما تكون في الطبيعة. فالأخ الفاضل الدكتور قصيف تتمثل فيه روح المثابرة والسعي والتواضع، بحيث تقبل هذا المنصب إضافة إلى مهامه الأخرى، وخلقنا بشيء يمكن الاستفادة منه على نحو عملي وواقع. كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا اللقاء، ونأمل إن شاء الله أن تكون جامعة الموصل هي الرائدة دائما في المبادرة الطيبة والعمل الدؤوب. جلسة الافتتاح هذه أعدت لنا كليا هندسة النفط والتعدين عرضا مرئيا نشاهده. لكلية النفط التي سيتخرج منها الطلبة هذه السنة لأول مرة، وكما تلاحظ إن شاء الله أن هذه الأيام حافلة باللقاءات وحافلة بالمناسبات. بعد أن مضت على جامعة الموصل 3 سنين عجاف، وإن شاء الله نتمنى لهؤلاء الطلبة الخريجين استحصال المكان المناسب للإسهام في ثروة الوطنية، ثروة النفط في محافظة نينوى إن شاء الله. أنشئت الكلية عام 2013، وستقوم هذا العام إن شاء الله بتخريج الدورة الأولى من طلبتها. في هذا اليوم أقامت الكلية ندوتها العلمية الأولى بعنوان آفاق العمل النفطي في مدينة الموصل. تعنى هذه الندوة بتقديم بحوث أكاديمية تتعلق بموضوع مهم، وهو موضوع النفط في مدينة الموصل والثروات الموجودة فيها. تضم كلية هندسة النفط في جنباتها 3 أقسام علمية: قسم النفط والتكييف، وقسم المكامن النفطية، وقسم هندسة التعدين. هذه الندوة العلمية آفاق العمل النفطي في محافظة نينوى، نحن سعيدين كلش بهال الندوة وبحضور السيد رئيس الجامعة لهالندوة تشريفه لنا. الحقيقة الندوة تحوي على 6 محاضرات، هذه المحاضرات تتركز على آفاق العمل النفطي في مدينة الموصل. يوم 28 مارس أقامت يعني كلية هندسة النفط والتعدين ندوة بعنوان آفاق العمل النفطي في محافظة نينوى. الندوة تتحدث عن يعني وجود النفط بمحافظة الموصل وأهميته بالنسبة لمحافظة الموصل، وككلية هندسة النفط والتعدين بمحافظة الموصل الندوة تشرح عن عملها وأهمية هذه الكلية بالنسبة للمحافظة. تخرج مهندسين، وهاي السنة راح تشهد أول دفعة مهندسين نفط لعددهم 21 طالب وطالبة.